مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بيستعد لإطلاق النسخة السابعة من المهرجان، واللي هتكون في يناير 2021، وده بعد ما تم فتح باب التقديم للأفلام المشاركة في الدورة السابعة، واللي هيستمر لغاية يوم 15 نوفمبر اللي جاي. وعشان نعرف تفاصيل أكتر عن المهرجان وشروط التقديم بينضم لنا عبر سكايب الأستاذ موني محمود المدير الفني للمهرجان. صباح الخير على حضرتك، أهلا وسهلا. صباح الخير، زي حضرتك؟ اهلا بيك. في البدايه عايزين نعرف، بتشوف المهرجان ازاي بعد مرور 6 دورات على بدايته، وايه التغيير اللي ممكن نقول انه حصل من الدوره الاولى لغايه تحضيرات الدوره السابعه؟ يعني في حاجات كتير الحقيقه اتغيرت. هو كان حاجه صغيره جدا، 2014 كنا مؤسس نافذه عرض صغيره ان احنا نعرض فيها افلامنا او افلام من غيرنا. الحقيقة المهرجان كبر وبدأ سنة بعد سنة يكبر، واهتمام الناس يزيد ليه، صناع الأفلام وحتى المشاهدين الحمد لله. الدورة السابعة كانت يعني رائعة جدا، اتبسطنا بيها جدا، قعدنا نشتغل عليها كتير قوي، والحمد لله كانت تفوقنا ان احنا بقى عندنا 15,000 مشاهد 2020 شهر واحد. فده طبعا انتصار للافلام القصيره ان يكون عدد المشاهدين كتير، لان في الطبيعي ان اللي يعني بيهتموا بالافلام القصيره قليل. ما كانش عندنا كراسي حتى في بعض الاوقات في العروض، كانت الجمهور زياده، وكنا بنوقف العروض علشان نعرف ننظم الحركة لو حد داخل أو خارج، لأن كانت الحمد لله العدد زيادة. المهرجان بدأ من الدورة الثالثة ياخد دعم من وزارة الثقافة، وده كان أول مهرجان بعد ما يبدأ ويعمل دورتين وزارة الثقافة تدعمه، لكن ما بقية المهرجانات بياخدوا دعم قبل ما يبدأوا أي دورة. احنا بدأنا من 2014 نأسس المهرجان، او 2015 كان اول دورة، وكان اول دورة وتانية دورة كان بالجهود الذاتية، وبدأنا الرحلة في حب الافلام القصيرة. لو قلنا ان لما بنيجي نتكلم عن مهرجان اسكندريه للافلام القصيره بنقول عليه واحد من المهرجانات اللي بتعتبر شبابيه بامتياز، واللي طبعا زي ما حضرتك قلت انه كافح عشان يبقى وجوده حقيقي. النتائج دي كانت متوقعه انها توصلنا لمرحله زي دي، وان احنا نقول ان احنا وصلنا للدوره السابعه بعد فتره ايه كفاح نقدر نقول عليها؟ طبعا نقدر نقول عليها كفاح. هي الحقيقه من الدوره الثالثه بدانا نخطط قوي للمهرجان، وبدانا نهتم قوي بالمهرجان. يعني اول دورتين شويه كانوا حتى من جهودنا الذاتيه، فكنا بنفكر ازاي نبدا نجذب صناع الافلام العرب، ودي طبعا دي اهم شكر لازم اشكره لصناع الافلام، لان هم وثقوا ان هم يبعتوا لنا افلامنا واحنا لسه في بدايتنا. ولكن كان كلنا مخرجين فمعروفين حتى في الدايرة بتاعت الأفلام القصيرة، فهو ده اللي فرق معنا شوية. بدأنا نشتغل عليه لغاية ما الحمد لله يعني بقى من أهم المهرجانات في مصر، وده جاء من صناع الأفلام وطبعا الجمهور السكندري الرائع اللي من غيره ما كانش هيكون في مهرجان بيستمر بالاندفاع القوي ده. أكيد. أخبار الأفلام اللي تم استقبالها للدورة السابعة من أول شهر سبتمبر ولغاية النهاردة، كام فيلم تقريبا نقدر نقول إنهم وصلوا؟ وهل لجان المشاهدة قدرت تحسم شوية اختيارات، ولا لسه قدامها شوية لغاية ما يتم إغلاق باب التقدم للمهرجان؟ الحقيقة إن إحنا بيتقدم كل سنة من 500 ل 700 فيلم، والرينج الأفضل هو 600-650 فيلم بيتقدموا لنا. الحقيقة السنة دي طبعاً عشان ظروف الكورونا والمخرجين كتير قوي ما اشتغلوش في الوطن العربي على أفلام، إحنا حتى الآن وصل لنا 350 فيلم. وده طبعاً بأمل إن في يعني فاضلنا 15 يوم أهم على انتهاء استقبال الأفلام، بطمح إن هيزيدوا شوية. طبعا لجنة المشاهدة بدأنا من حوالي 20 يوم نتفرج على الأفلام في اسكندرية، وبدأنا شوية نحسم، يعني حسمنا حوالي 5-6 أفلام، فده بالنسبة لنا كويس يعني في ظل ال 350 فيلم اللي وصل.
هل في برامج ثقافية بتقام على هامش المهرجان ولا المهرجان فقط لعرض الأفلام القصيرة؟ لا طبعا، يعني احنا عندنا الأول 3 مسابقات، مسابقة الطلبة لمشاريع تخرج الجامعات والمعهد السينما، جامعات الإعلام والميديا في مصر كلها، وعندنا المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي، والمسابقة الرسمية للفيلم الروائي القصير. دي المسابقات. عندنا بقى خارج المسابقات على الهامش عندنا بانوراما الفيلم العربي، دي بنعرض فيها أهم إنتاجات السنة للأفلام العربية القصيرة. وعندنا طبعا بقى على هامش المهرجان كمان الورش، ودي من أهم الحاجات اللي بنتميز بيها، إن إحنا بنجيب ورش شوية مختلفة. فمثلا بنجيب يعني كان عندنا دكتورة نسمة زعزوع السنة اللي فاتت، وكان عندنا من سنتين المخرجة عايدة الكاشف عملت ورشة للأفلام الوثائقية، وطلعنا بيها 6 أفلام ناتج من الورش، والحمد لله بدأوا بعد كده يشاركوا الأفلام دي مخرجينها يقدموا في مهرجانات، وبدأنا إن احنا نوزع الأفلام دي. وكان عندنا دكتور ناجي فوزي كان مبادئ النقد السينمائي، وكان عندنا سينما موبايل، عندنا دكتور نادر رفاعي. يعني كل سنة بننقي ورشتين يكونوا مختلفين عن الدورة اللي قبلها، إن احنا نقدمها لصناع السينما في الإسكندرية. فوز الفيلم القصير 16 بالسعفة الذهبية لمهرجان كان في 2020، أعتقد أن ده ممكن يكون دفعة قوية للمهرجان وللتقدم للمهرجان، وكمان لجذب جمهور جديد ما كانش متعود أنه يتابع مهرجان الأفلام القصيرة. والله دي فرحة لكل الصناعة السينما في مصر، يعني سعداء جدا. يعني حتى الآن أنا فعلا الفيسبوك كلنا كل صناع السينما والمحبين السينما بنبارك لبعض على الفيلم، مش بس يعني هو مثلا مش بتاعي بس، يعني فرحانين كلنا ان قد ايه فيلم قصير اخذ الزعفة الذهبية، ودي لأول مرة نحصل عليها. يعني ففرحة كبيرة جدا في الدايرة بتاعت السينما الأفلام القصيرة، لأن ده انتصار كبير قوي قوي لينا ان نبدا نقول يعني اتفرجوا على الافلام القصيره، نبدا نقول ان احنا مش لازم احنا اللي نصرف على افلامنا، يهتم شويه المنتجين في مصر. الحقيقه في منتجين بداوا يهتموا في خلال كام سنه اللي فاتوا، ولكن مش كلهم. يعني لو في فيلمين ثلاثه بينتجوا في السنه لمنتج، ففي عشرات الافلام انتاج ذاتي. فنتمنى ان احنا على الاقل يعني يبقى عندنا 10 او 15 فيلم انتاج شركات انتاج كبيره في مصر، وده لو حصل هيبقى فيما بعد نقدر نفكر ان الافلام دي تنزل قبل فيلم طويل في السينما، فيبدا ان يبقى الدايره كلها تكمل، ويكون ليها شباك تذاكر، يبقى ليها على الاقل نسبه ربح صغيره من التذكره. فهي بص كلها مشاريع مطروحه، بس يعني الأهم إن إحنا أخدنا خطوة. الحمد لله الأفلام بدأت تاخد جوائز، من زمان إحنا بناخد جوائز، ولكن هي الزعفة الذهبية دي أهم جائزة يعني في العالم. مبروكة مبروكة على كل صناع الأفلام القصيرة. موني محمود المدير الفني لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، شكرا ليك ومبروك عليكم. شكرا، صباح الخير.